الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. لا تسب، ولا تكذب، ولا تخدع، الإسلام يمنع منعًا باتًا من السب، من الكذب، من الخداع. هل هذا الكلام صحيح؟ النصرانية دين رقيق أكثر من اللازم، دين يذيب الناس في مظاهر الأخلاق، يعطي للمجتمعات قشور أخلاقية. ولذا النصرانية ليست دينا للحياة باعترافهم، ما للمسيح للمسيح وما لقيصر لقيصر، يعني دين ليس للحياة، هكذا دين لا يتمكن أن يعيش الإنسان به. على خلافه تماماً اليهودية، اليهودية دين القسوة،
دين يسفه الأخلاقيات، دين يركز على الماديات، يريد هذا الدين أن يبني حياة دنيوية على أساس ماذا؟ على أساس إنسانية الإنسان. دين يوجه الناس نحو الحيوانية، أما الإسلام فهو دين معتدل موزون معقول. من جهة توجد أخلاقيات في الإسلام لا تجدها في أي دين آخر، قمة الأخلاقيات، ولكن لا على حساب حياة الإنسان، ولكن لا يذيب الناس في القشور، أخلاقيات حقيقية. ومن جهة ثانية دين يعطي للإنسان حاجاته من الشهوات، من مطالب حياة الإنسان، ولكن لا على أساس إنسانية الإنسان، لا يفرغ الإنسان من إنسانيته لأجل أنه يريد أن يملأ شهوة جمع المال، لا يجمع المال على حساب إنسانيته، اجمع المال ولو تدمرت حياة الآلاف، ليس مهما. لا، الإسلام لا يقول ذلك، اليهودية تقول ذلك، الإسلام يقول اجمع المال، يعطيك حقا في ملء هذه الشهوة، شهوة جمع المال، ولكن لا على حساب إنسانيتك. لكل شيء يعطي حصته. دين معقول متوازن. الآن نسأل هذا السؤال، هل الإسلام يمنع منعا باتا من الكذب، من السب، من الخداع؟ البعض باستعجال يقول نعم، الإسلام يمنع منعاً باتاً من السب، منعاً باتاً من الكذب، منعاً باتاً من خداع الناس. كلا، ليس هكذا، هذا غير صحيح. الإسلام لا يمنع منعاً مطلقاً من السب ولا من الكذب ولا من الخداع. شخص صدوق صادق في أقواله، نعم هنا يمنعك أن تكذب عليه، أما من يكذب على الله عز وجل، من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، الإسلام يمنعك أن تكذب عليه أبدا، اكذب بارتياح، لا قيمة له. الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى له قيمة هذا أصلا؟ لا قيمة له، اكذب عليه، اتهمه بأي تهمة، هذا يتهم الله سبحانه وتعالى، أنت لا تتهمه، ما هي قيمته؟ الذي يتكلم بمنطق لا تسبه، ليس من حقك أن تسبه. أما الذي يكون سبابا للناس، سبه، اشتمه بكل الشتائم، لا قيمة له. الإنسان
ممنوع عليك أن تخدعه الإنسان. أما الذي تخلى من إنسانيته أيضا ممنوع عليك أن تخدعه. الذي بدل أن يتكلم يشهر السيف بوجهك هذا أيضا ممنوع أن تخدعه أبدا. الخداع في الحرب مشروع. يعني ماذا؟ يعني الشخص بدل أن يستعمل المنطق، بدل أن يكون إنسانا يخرج من إنسانيته، يحمل السيف بوجه من يخالفه، هذا إنسان أصلا؟ حتى نسأل أنه خداع الإنسان جائز أم لا؟ أصلا هذا ليس إنسانا، صورة إنسان، واقع غير إنساني. اخدعه. ولذا الخداع في الحرب مشروع. حرب يعني ماذا؟ يعني جاء ليقتلك، يعني يريد أن يسفك دمك، يريد أن يتعرض لعرضك، يريد أن يسلب دينك. لا تخدعه، لا اخدعه، لا قيمة لهذا الشخص. روعة الإسلام هنا، روعة القرآن هنا. القرآن كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى، كتاب في مجال الأخلاق، قمة في الأخلاق، ولكن يذوب في الأخلاقيات أبدا. الأخلاقيات لها مجالها، في نفس الوقت الشدة لها مجالها. يتكلم عن الأخلاقيات بلغة، بمعاني أخلاقية ما لا تجدها في أي كتاب سماوي. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظر المرونة، أنا أو أنت، أحدنا على هداية أحدنا على ضلال. أي منطق لطيف هذا. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبما رحمة من الله لنت لهم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أي منطق لطيف هذا، أي منطق رقيق هذا، ولكن كل القرآن هكذا أبدا. القرآن أشداء على الكفار رحماء بينهم، الشدة في مجالها الصحيح والرحمة في مجالها الصحيح. هذا القرآن الذي يتكلم بهذه اللهجة الرقيقة، بهذه اللهجة الأخلاقية، قمة الأخلاق، نفسه يتكلم بشدة تجاه الأشخاص الذين تخلوا من إنسانيتهم. فمثله كمثل الكلب هذا أي شيء؟ هذا قرآن. الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه فأخلد إلى الأرض، هذا مثل الكلب. القرآن يقول فمثله كمثل الكلب، لا قيمة لهذا الشخص. بالفعل طبعا واقعه هكذا، القرآن لا يقول شيئا خلاف الواقع، واقعه هكذا. هذا الذي واقعه هكذا، الإسلام يقول لا أنا لا أتكلم هكذا. علماء اليهود الذين كانوا يحفظون التوراة ولا يعملون بالتوراة، الإسلام يقول لهم أيها العلماء لليهود أنتم تعملون أعمالا غير صحيحة أبدا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار
حمار، هذا قرآن يتكلم معهم بلين. أخذوا دين الناس، وجهوا الناس إلى جهنم، ملايين من البشر يتكلم معهم، لا عملكم غير صحيح، هذا العمل غير إنساني، كمثل الحمار عتل بعد ذلك الزنيم، يعني ابن زنا، يعني الدعي زنيم، معنى هذا زنيم ليس أدري من أبوه، بغي الأم ذو حسب لئيم. الزنيم هو الذي لا يعرف له أب، ابن زنا. القرآن تعلمون من هو هذا؟ هذا الذي تتحدث هذه الآيات عنه، اقرأوا تفسير القمي حتى تعرفون من هو، حتى تعرفوا من هو. يقولون فلان كذا، لا عليكم، عتل بعد ذلك الزنيم، زنيم يعني ابن زنا، يقول عن هذا الإنسان إنسان مخطئ وللمخطئ أجر، لا، يقول ابن زنا الدعي. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو روح القرآن، هو نفس القرآن، هو عدل القرآن، عبر ما شئت، هو القرآن الناطق. ماذا يقول عن ابن زياد؟ يقول ابن زياد إنسان مخطئ، عمله غير حضاري أبداً. يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي، ابن زنا أبوه أيضاً ابن زنا، أمه زانية، جدته أيضاً زانية. معنى العبارة هذا عن ابن زياد؟ يتكلمون هكذا كلام، تكلم بشدة، لا قيمة لابن زياد، يزيد لا قيمة له، عليه لعائن الله، أعداء أهل البيت لا قيمة لهم، ليسوا بشرا، تخلوا من إنسانيتهم، السباب بالنسبة إليهم ولا شيء أصلا. بداية الكلام عنهم الدعي ابن الدعي. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ألا لعنة الله على الظالمين. القرآن هذا ظالم يسفك دماء الآلاف، عشرات الآلاف. لا لا لا، تعاملوا معه بإنسانية. هو إنسان، أنا أتعامل معه بإنسانية أصلا؟ هذه المهزلة التي نراها باستمرار من مدرسة النصرانية، طاغية العراق سبب في قتل أكثر من 2,000,000 شخص، خذه حاكمه كما تحاكم أي مجرم، أي متهم، لا لا يقول مجرم، أي متهم، يعني شخص أتهم أنه سرق 100 دينار، حاكمه وحاكم طاغية العراق الذي سفك الدماء والدماء، هتك الأعراض والأعراض، خلف أكثر من 8 ملايين من الأرامل والأيتام، هذا فقط في العراق، خذها حاكمه محاكمة كما تحاكم أي إنسان متهم، مهزلة أصلا، مهزلة. ويحاكمونه على أساس كذا، قتيل في المنطقة الكذائية فقط، وكأن كل جرائم هذا الطاغوت تلك القضية فقط، هكذا صوروا للعالم. الذي لا يعرف من هذا الطاغوت يتصور أنه في كل حياته ارتكب جريمة واحدة في المنطقة الفلانية، ما أو كذا شخص قتيل، ولعله كان معذورا، لا كأنه أتلف مليارات. ما هي المليارات؟ عشرات المليارات، مئات المليارات من أموال الناس،
لا كأنه سبب أمراض للملايين من البشر، أمراض نفسية، أمراض عضوية، لا كأنه هتك الأعراض، لا كأنه قتل أشخاص أبدا. الإسلام هكذا أبدا، هذه نصرانية بايخة فاشلة، نصرانية لا تتمكن أن تعيش مع الإنسان. الإسلام يقول خذ هذا أسوأ من الحيوانات، أولئك كالأنعام، الأقل من هذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل، بل هم أضل. في آية ثانية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كالأنعام يعني ماذا؟ يعني أنت تقول لشخص حيوان، هذا معنى؟ لا، بل هم أضل. آيتان في القرآن الكريم، هذا أسوأ من الحيوان تحاكمه، أسوأ من الوحوش. هذا الإسلام ليس هكذا. سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله سيرته تطبيق للقرآن، كان أخلاقه القرآن. النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل في القضايا التي كانت ترتبط به كشخص؟ مهما كانت كان يعفو، لا نظير له في العفو. ولكن الدين عندما كان يتعرض للإهانة أيضا رسول الله كان يعفو أبدا. عندما كان أمن الناس يتعرض للانتهاك أيضا كان يعفو أبدا. كان يخوض حروب، دماء، قتل، سفك للدماء. هذا جاء يريد أن يأخذ أمن الناس، أنا أقول له جزاك الله خير الجزاء، لا تعمل هذا العمل، هذا العمل غير صحيح، ارفع السيف بوجهه، ينتهك حرماتك، ينتهك مقدساتك، تقول لا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو نفس رسول الله بنص آية المباهلة، بنص القرآن الكريم، أيضا كان هكذا. هو البكاء في المحراب ليلا، بكاء أمير المؤمنين، أي بكاء، أي قلب هذا؟ أنتم ابحثوا في التاريخ، انظروا، تجدون قلبا رقيقا مثل قلب أمير المؤمنين. يا أخي كان إذا رأى يتيما بكى. أنتم رأيتم في حياتكم شخصا واحدا هكذا؟ أحيانا الإنسان يرى الأيتام يبكي أحيانا، ولكن كلما رأيت يتيما تبكي له، حتى النساء لا يصنعن ذلك، رقة النساء، امرأة رقيقة القلب جدا، كلما ترى يتيما تبكي له. أنا ما سمعت أصلا هكذا شيء. أمير المؤمنين كان إذا رأى يتيما، فقط مجرد أنه ينظر يتيما يبكي. أي قلب هذا؟ أي ترقة هذه؟ من خشية الله سبحانه وتعالى كيف كان يبكي في الليل؟ كان يغشى عليه، يغشى عليه ليس بمعنى يغشى علينا، نحن عندما يغشى علينا نفقد الوعي، أهل البيت ليسوا هكذا، ولكن تحدث له حالة مثل حالة الغشية، مثل هذه الحالة من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا هو البكاء في المحراب ليلا، ولكن في النهار في الحروب هو الضحاك، إذا اشتد الحراب جاءوا ليسلبوا أمن الناس. أمير المؤمنين يقطع رقابهم، يقطع أيديهم وأرجلهم، يشقهم نصفين. تريد أن تنتهك الأعراض، أمير المؤمنين يقول لك لا، لا بأس، أنا إنسان رقيق القلب، لا أصنع ذلك أبدا. هو الرقيق القلب، رقيق القلب في موطنه، شديد في موطنه. كان لا يرحم الذي لا يرحم الناس، كان لا يرحم الذي ينتهك أعراض الناس. هكذا بقيت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كذلك
وكذلك جعلناكم أمة وسطا. للأسف الشديد نسمع في هذه السنوات تفسير الوسطية بالرقة، غلط. الوسطية إعطاء كل شيء حقه. الناس ثلاث طوائف، طائفة من الناس هذه الوسطية، الوسطية أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع طوائف الناس. طائفة من الناس أناس منطقيون، مهما كان رأيه حتى لو خالفك في كل الآراء ليس مهما، إنسان منطقي تعامل معه بمنطقية، تعامل معه بأخلاق، إنسان يراعي إنسانيته أن تكون إنسانا معه. هذه الطائفة الأولى، حتى لو خالفك في أي شيء ليس مهما. الطائفة الثانية من الناس الذين يعادونك لشخصك، الذي يسبك لشخصك، عنده عداء شخصي معك أنت كشخص، لك الحق أن ترد عليه، السب بسب. ولكن بالنسبة إلى هذه الطائفة الأفضل أن الإنسان لا يسب، يعفو ما دامت القضية قضية شخصية. الطائفة الثالثة التي تسب دينك، التي تتعرض لمقدساتك، التي تكفر أبا النبي، التي تكفر أم رسول الله، التي تكفر جد النبي، التي تكفر أبا أمير المؤمنين، التي تنتهك مقدساتك، التي تسفه مقدساتك، التي إذا تكلمت عن مظلومية سيدة النساء العالمين صلوات الله عليها تسفهك. هذه الطائفة لا قيمة لها، لا تسبها فقط. الحديث الصحيح يقول وأكثروا من سبهم، لا تسبه فقط، أكثر من سبه، اشتم مقدساته، لا تحترمه بمقدار الذرة. يا أخي لا يوجد أقدس من أبي رسول الله، هذا حسب النبي، هذا نسب النبي، هذا شرف النبي، هتك شرف النبي لا جواب له. شخص ينتهك شرف النبي صلى الله عليه وآله، ينتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، أبو النبي عرض رسول الله، أم النبي عرض رسول الله، جد النبي عرض رسول الله، ما هو أعظم من جد النبي؟ من هو أعظم من أبي النبي؟ من هو أعظم من أبي طالب؟ يكفر أبا طالب وأنت تسكت؟ لا لا لا، لا تكفروا مقدساتهم. أدنى ردة فعل، أدنى أقول، أقل ما يقال أنك تكفر مقدساته، أنك علناً تطعن في شرفه، يطعن في شرف النبي، يسكت عن هذا؟ هكذا شخص، هكذا شخص له قيمة حتى تحترمه؟ لا تسب مقدساته، ما هي قيمته؟ هذا أثمن من عبد الله أبي النبي؟ كلهم بأجمعهم لا يسمون ظفرا في جسم عبد الله، في جسم أبي طالب، له قيمة هكذا شخص؟ الحديث الصحيح يقول أكثروا من سبهم، من هو أقل من هذا يقول بالنسبة إليه أكثروا من سبهم؟ أمر، أكثر أمر، حديث صحيح بلا إشكال، لا أنا أريد أن أتعامل معه بإنسانية، هو إنسان أصلا؟
لو رأيت شخصا واقف يرى ذئبا، هذا الذئب الذي يمزق الأطفال، يقتل الناس، يأكل لحوم الناس، يأتي يقول له لا أنا مع الذئب أتكلم كلام منطقي، أنا إنسان. يأخذ الذئب: أيها الذئب المحترم الكريم، عملك غير صحيح، هذا العمل لا يناسب مقامك. هذا الإنسان ماذا تقول له؟ هذا إنسان سوي؟ هذا إنسان يحمل عقلا؟ ألا تتيقن أنه إنسان فارغ من العقل يتكلم مع الذئب هكذا كلام؟ يا أخي هؤلاء أسوأ من الذئاب ملايين المرات. الذئب تراه قبل أن يصل إلى الناس تأخذ عصا تضربه على كل موضع من جسمه، تكسر عظامه، تهشم رأسه، تمزق بطنه. ذئب، الذئب يتعامل معه هكذا تعامل. هؤلاء أسوأ من الذئاب أصلا. الذئب جدا شريف عندهم، جدا شريف عندهم. هؤلاء الذين مدوا أيديهم إلى البقيع الغرقد، هدموا مراقد الأئمة الطاهرين، حجج الله على الخلائق، إهانة صريحة علنية لرسول الله. كل طوائف المسلمين متفقون أن الإهانة على الأقل للإمام الحسن من بين أئمة البقيع، على الأقل للإمام الحسن. الذي يهين الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، هذا بإجماع كل طوائف المسلمين يهين رسول الله. يا أخي الشخص يهين النبي صلى الله عليه وآله، هذا له كرامة أصلا أن تراعيه؟ كل ما أقصد بكلمة كل، كل ما تقول عنه فهو قليل، كل ما تقول عنه، كل ما يقول كل من يقول ضد هؤلاء كله اجمعه بالنسبة إليهم قليل. أصلا الألفاظ لا تحتويهم، لا تحتوي جريمتهم، إهانة علنية لرسول الله في وضح النهار كلهم، ليس فقط المباشرين، كلهم. كل من اشترك ولو بكلمة، ولو بكلمة تأييد، كلهم هكذا. السب قليل قليل قليل. نعم، لو أنت نصراني لا تسب، لو أنت يهودي سب كل الناس، لو أنت حنيف مسلم لا تسب الناس، ولكن هؤلاء أكثر من سبهم. يوم البقيع العالمي، أحد مراجع التقليد اقترح أن يسمى اليوم الثامن من شهر شوال بيوم البقيع العالمي. يلزم أن نجعله كذلك يوما عالميا. هذه الجريمة ليست جريمة صغيرة، هذه انتهاك لإنسانية الإنسان. القضية ليست قضية شيعية فقط، وإن كانت بالدرجة الأولى هي شيعية، القضية قضية إنسانية، إهانة مقدسات الناس بدون أن يتعرضوا لك، قبل أن يتعرضوا لك، هذه إهانة لإنسانية الإنسان. عندما تتعرض أمم لانتهاك حرمات، كل الأمم تقوم، حتى
حتى غير الموافقين لهم. هذا انتهاك للإنسانية. تمثال بوذا عندما هدم، كل البشر قام، حتى النصارى، حتى اليهود، حتى غير الموافقين لهم في الآراء والدين. هذا انتهاك لإنسانية الإنسان. أما قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام في البقيع ليس مهما، لا علينا بهم، لا علينا بالنصارى، لا علينا باليهود، لا علينا بالآخرين. نحن علينا أن نجعله يوما عالميا بالفعل. ماذا نتمكن أن نصنع؟ بعضنا يعيش في بلاد دكتاتورية لا توفر لك الحريات الكافية، لغيرك الحريات وليست لك الحريات. إخواني أضرب لكم مثلا، الحيوانات أجلكم الله جميعا وأجل الله المؤمنين، بعضها عندما تتعرض للخطر أول ما تفكر فيها الهروب. بعض الحيوانات لا، عندما تتعرض للخطر أول شيء تدافع. الفئة الثانية من الحيوانات، حتى الحيوانات القوية لا تهجم عليها بسهولة. أما الفئة الأولى فبكل ارتياح تهجم عليها. الثور حيوان إذا هجم عليه الأسد أول ما يفكر ماذا يصنع؟ يهرب. أما الضباع إذا تعرضت للخطر، إذا هجم عليها الأسد تدافع، خصوصا إذا كانت مجموعة تدافع. ولذا ترى أن الأسد إذا كان واحدا لا يهجم على قطيع من 30 ضبعا، من 20 ضبعا، لا يهجم إلا إذا انتهكوا حرمته. إيه نعم، ولا هو لا يهجم، لا يهجم على الضباع. أما نفس الأسد بكل ارتياح يهجم على قطيع من 1000 ثور، مع أن الثيران ليست أضعف من الضباع. المشكلة أن الثور تعلم أنه يهرب من الأسد، الضبع تعلم أنه يدافع عن نفسه، ذاك أقوى، ولكن الأسد يهجم عليها. ورأيتم حتما في الأفلام. إخواني أول خطوة الدفاع. ظروفنا صعبة؟ نعم صعبة. ظروفنا أصعب من ظروف رسول، من ظرف رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله كان وحده، بالفعل وحده، معه قلة من الناس، العشائر الكبيرة ما كانت معه، الناس المتنفذون ما كانوا معه. هرب من الساحة؟ أبدا. تتعرضون لي كشخص ليس مهما، تعرضوا لإلهه، سفه إلهه، سكت؟ أبدا. ذهب، جمع قوى، جمع قدرات، ثم عاد إليهم وحطم آلهتهم. آلهتهم من يعتبروها أو ما يعتبروها آلهتهم. تسفهون إلهي أنا أسكت عنكم؟ أبدا. تتكلمون ضدي ليس مهما، رسول الله له قلب عظيم، ولكن تتكلمون على الإله، تتكلمون على الله سبحانه وتعالى وأسكت عنكم؟ أبدا لا أسكت. سنوات قلائل، أقل من 10 سنوات، ذهب جمع قوة رجع. يا أخي أنت لا تتمكن في هذا العصر، رسول الله في ذلك الوقت، في ذلك الظرف، في ذلك الظرف الصعب، لا كنا نكون مثل النبي، نتبع النبي صلى الله عليه وآله. في هذا اليوم لا تتمكن، لا تتمكن أن تفتح قنوات فضائية، لا تتمكن أن تشترك. الآن القضية أصبحت سهلة، الإعلام العالمي أصبح سهلا،
لا تتمكن في بلد من بلد ثاني انطلق. لا أقول اذهب إلى بلد ثاني، انطلق من بلد ثاني. البلاد كثيرة، هل لم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله واسعة. أول شيء الإنسان يفكر أنه كيف يدافع قبل أن يفكر كيف يهرب من الساحة. لا يكون الإنسان بمجرد أن حدث شيء أنا لا أتمكن أن أصنع شيئا، لا، فكر لعلك تتمكن. لا تتمكن وحدك، لعلك تتمكن بمساعدة 20 شخص، بمساعدة 100 شخص تتمكن أن تصنع شيئا، أن تدافع. هذه حرمة النبي، هذه كرامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا انتهاك لكل المؤمنين، أقول هذا انتهاك للبشرية. لا يعمل في غيرك الخير، فيك الأمل. لا أمل أنك تدافع عن رسول الله، رسول الله لا يحتاج أن تدافع عنه. الأمل في أنك تعمل بتكليفك، تعمل بواجبك. أنا عن نفسي أتكلم، أعمل بواجبي. الخلاصة 3 كلمات: أولاً، تحمل آراء الدين ولا تحمل الدين آراءك. لا تسبق الدين، الدين هكذا يقول، لا، انظر إلى القرآن، انظر إلى أهل البيت، هذا هو الدين. أهل البيت يقولون السب صحيح، صحيح، يقولون غلط، غلط، في الغلط غلط، في الصحيح صحيح. لا نحمل آراءنا على الدين، نتحمل آراء الدين أولا. ثانيا، قضية البقيع لا تنسى. هذه الجريمة لا تنسى. إذا نحن تركنا القضية تنسى. قلت أهل البيت لا يحتاجون إلينا، ولكن من الناحية الطبيعية أنا أتكلم، لا يوجد من يرفع هذه الراية غير المؤمنين. ثالثا، أقرأ لكم 3 آيات قرآنية أختم بها حديثي. الآية الأولى: حقا روعة. القتال فتنة، القتال فتنة، أقل من القتال فتنة. القرآن ماذا يقول؟ يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إعجاز القرآن، روعة القرآن. قاتله حتى لا تكون فتنة. بعض الناس إذا لم تقاتله تكون فتنة، بعض الناس إذا لم تسبه تكون فتنة. سبه ليس السب، قاتله. آيتان في القرآن: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الآية الثانية: لكم في القصاص حياة. حياتك في القصاص. قلت هذا بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون لك كشخص، لا، أعفو. طريقة النبي هكذا، طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا. هذا في من يتعرض لك شخصيا، أما من يتعرض لدينك، لكم في القصاص حياة. هنا موطن القصاص، بدون القصاص لا حياة لك. هذه آية ثانية. آية ثالثة وأخيرة: وأعدوا لهم. استطاع الشخص يعني تمكن، ما استطعتم يعني ما تتمكنون من. هذه الكلمة حسب ما رأيت أنا وردت في القرآن الكريم 2 مرات: ما استطعتم، يعني كل ما تتمكن، كل ما تتمكن منه، هذا معناه ما استطعتم. في آية قرآنية
الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. التقوى ليس لها حد. اتق قليلا، لا، بالمقدار الذي تتمكن اتق الله. اتقوا الله ما استطعتم. الكلمة الثانية في هذه الآية المباركة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل قدرة، كل قوة تتمكن أن تحصل عليها احصل عليها، لا تفوت أي قوة تخدم دينك. ربما الآن لا تحتاج إلى هذه القوة، اجمعها في يوم من الأيام يمكن أن تحتاج إليها، إعداد من قبل القضية. طبعا القضايا حدثت الآن، الآن أصبح بعد القضية، ولكن مع ذلك للقضايا الآتية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله. أرهب عدو الله، اصنع شيئا عدو الله يفكر ألف مرة قبل أن يتعرض لك، اصنع شيئا عدو الله يفكر ألف مرة قبل أن يقول نصف كلمة على أبي طالب. لا تجعله يأخذ راحته في هذا المجال. ومن رباط الخيل ترهبون، إرهاب لعدو الله، عدو الله يلزم أن يوقف عند حده. ترهبون به عدو الله وعدوك. والنتيجة إن تنصر الله ينصركم، إذ تستغيثون ربكم، استغاث بالله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله، ألف من الملائكة ينصروننا، ملك واحد يكفي، ملك واحد يتمكن أن يقلب الأرض رأسا على عقب. ألف ملائكة أنا أرسل لكم، أطمئنان. الله عز وجل يقول وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. ملائكة، من هم الملائكة؟ الله، أنا أرسل لكم ألف من الملائكة مردفين، ولكن لا تعتمدوا على ذلك. الإنسان يعمل عمله، يعمل بتكليفه، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا خدمتهم في الدنيا، اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، اللهم بحقهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.